المحور الأخير لهذه الندوة وهو عن النظام الحديث في البيوت المحمية. المهندس عبد المحسن إبراهيم سليمان، بكالوريوس علوم زراعية بكلية الزراعة جامعة الملك سعود، والتحق بالعمل بمركز الأبحاث الزراعية بالرياض في مجال البيوت المحمية. له العديد من الأبحاث في مجال البيوت المحمية، وكذلك حاصل على براءة الاختراع في تصاميم البيوت المحمية، ويشغل الآن نائب مدير عام المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية حتى تاريخه. تفضل مشكورا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أسعد الله صباح الجميع. حقيقة حنطلقنا مغادرة جدا عن الأسمدة والنخيل إلى البيوت المحمية وعموم البيوت المحمية والنظم الحديثة في الزراعة المحمية. طبعاً الحقيقة البيوت المحمية أقرب تقريب لها أو توصيف لها هي الكرة الأرضية الموجودة اللي يعيش عليها كوكب الأرض. لو لاحظنا في الصورة محاط بأكثر من غلاف، الكرة الأرضية محاطة بأكثر من غلاف لحمايتها من الإشعاع الشمسي، من المؤثرات الخارجية مع فوق الشمسية. طبعاً هو كلنا نسمع طبقة الأوزون لما اخترقت كيف صار تأثيرها على الأرض، كذلك هي البيوت المحمية. البيوت المحمية طبعاً هي عبارة عن أغطية من البلاستيك أو الفايبر جلاس أو الزجاج أو الأنواع الحديثة البوليكربونيت لحيز محدود من الأرض لحمايتها من المؤثرات الخارجية أو المحيطة بالنبات أو بالمزروع داخله. طبعاً هذه الحماية توفر لها طبعاً حماية من الأمراض، حماية من الحرارة، حماية من البرودة المنخفضة، جميع ما يؤثر على داخل النبات لإعطاء النمو وإكمال دورة حياته، وإعطاء إما أن يكون زيادة في الإنتاجية، وكما نعرف أن الزيادة الإنتاجية الزراعة داخل الجمهورية عبارة عن زراعة رأسية مكثفة بدل ما كان النباتات مفترشة على الأرض زي الطماطم والخيار تأخذ حيز كبير، أصبحت الآن مفترشة ومتقاربة وأصبح الحيز محصور وزراعة رأسية. طبعاً أعقبها زراعة زيادة في الإنتاجية. لأن العامل الحقيقة اللي المؤثر الآخر وهو اللي ساعد فعلاً إنه زراعتها في أوقات غير وقت، فلذلك البيوت المحمية لها تأثير قوي جداً على 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 الزراعة. طبعاً إحنا كلنا نسمع عن شح المياه وتأثيرها وتأثير البيوت المحمية، فعلاً أصبحت مرشدة الحقيقة. لما ندخل التوسع في مجال مزايا البيوت المحمية، لأن الحقيقة الإخوان جزاهم الله خير في المركز الوطني أخذوا المحاضرات وتم إدخال المحاضرات وضعوها على اليوتيوب، بإمكان أي واحد للزراعة المحمية داخل البيوت المحمية أو عبد المحسن سليمان، عبد المحسن إبراهيم سليمان، تطلع على كل الميزات. ونختصر الحقيقة الوقت على كل الناس أو كل الموجودين أعتقد أنهم عارفين عن مزايا البيوت المحمية. أدخل في طبعاً العمل الآخر لأنواع من البيوت المحمية الموجودة عندنا. طبعاً عندنا الحقيقة السائد على مستوى المملكة هو الزراعة للأنفاق أو البلاستيكية، وهذا ما هو الحقيقة أنا أعتبر شخصياً ما هو زراعة محمية، ما هو زراعة للبيوت المحمية بقدر ما هو نوع من الممارسة لحماية النباتات أثناء الشتاء فقط. إنما الحقيقة اللي إحنا نقصده أو اللي إحنا نقوله إنه مستديم على مدى سنوات متعددة وكذا اللي هي زراعة المكيفة. فالنوع الثاني طبعاً زراعة المكيفة، وهي عبارة عن حيز محصور بوسائل تبريد ومراوح سحب في الجهة المقابلة. المسافة بينهم تقريباً محكومة بحجم سحب المراوح اللي هي تقريباً 40 متر أو ما يعادل من سحب المراوح حوالي 40 أو 43 ألف متر مكعب في الساعة.
هذا اللي احنا الحقيقه على نفس المكان. طبعا تبريد البيوت المحميه كما هو معروف هو وسائل تبريد او مخدات للتبريد او كراتين من وسائل التبريد. هذه عباره عن كراتين معينه وتصاميم معينه موضوعه في تقريبا مختلفه بحيث من المويه او الماء يدخل منها بصوره متعرجه بحيث يسهل او يصير تشبع الهواء الحار اللي داخل من خلالها بالرطوبه فتنخفض درجه حرارته فينسحب من الجهه المقابله تسحب المراوح مع الجهه المقابله سحب الهواء البارد هذا طبعا يكون الهواء الخارجي حوالي تقريبا حوالي الهواء الخارجي تقريبا في معدل 40-45 درجه مئويه يدخل من خلال وسائل التبريد هذه تنخفض درجه حرارته الى 25 درجه مئويه وهي تعتمد على مدى الحراره الخارجيه ومدى نسبه الرطوبه الموجوده في الخارج فتنخفض درجه حرارته يعني معدل انخفاض وسائل التبريد في المنطقه الوسطى او في المناطق الجافه لتقل الرطوبه عن 30-20 احيانا 10% تنخفض 15 درجه مئويه يعني وسائل التبريد تستطيع او من خلال انخفاض 15 درجه مئويه من خلال مرور الهواء الساخن خلالها تخرج مع الجهه المقابله طبعا الحركة اللي داخل تقريبا اللي داخل الهواء حركة هذه تهم العينية اللي شارح فيما بعد لما يدخل الهواء الخارجي لنفترض انه 40 درجة مئوية لما يدخل من خلال وسائل التبريد تنخفض درجة حرارته بمعدل 15 درجة مئوية يعني حوالي 25 درجة مئوية بمجرد دخوله وسحبه داخل البيت ترتفع درجة حرارة كل 10 متر ترتفع درجة حرارة مئوية واحدة فبنهاية البيت نجد أن الحرارة ارتفعت نجد أن الحرارة داخل البيت ارتفعت إلى حوالي 33-34 أحيانا 35 درجة مئوية بدل ما كانت 25 درجة مئوية لذلك بنحتاج إلى دراسة متعمقة لطرق تبريد أو طرق تبريد مختلفة أو نماذج تطويرية للتبريد في هذا المجال. لاحظنا كذلك انه وسائل التبريد هي عباره عن دائما تكون على ارتفاع مترين ومراوح السحب برضه على نفس الارتفاع بينما البيت المحمي عاده تكون 3 متر الى 3.5 فنجد ان ثلث العلب مترين وما فوق المترين نجد ان درجه الحراره ترتفع تقريبا اقل من الضعف شويه يعني لو قلنا هذا 25 درجه مئويه نجد هذا تقريبا تصل الى 45 الى 48 درجه مئويه في الثلث العلوي نتيجه لان الحراره داخل البيت المتكونه داخل البيت بطبيعتها ترتفع الى اعلى وهذا طبعا قانون فيزيائي كذلك الاشعاع الداخل من خلال الغطاء تتراكم كتل حراريه كذلك الثلث العلوي بمجرد ان المراوح تتوقف نجد ان الكتل الحراريه تنزل على النباتات ولذلك يؤثر تاثير وكثير والحقيقه يلاحظون مزارع البيوت المحميه يلاحظون ان النباتات عمرها ما ترتفع فوق السلك، السلك اللي هو بمعنى انه على ارتفاع تقريبا حوالي 2-2.20 سنتي فلذلك بعد ما النبات يتوقف على هذا النمو بينما نلاحظ انه في الطرق الحديثه او في اوروبا على شكل عموم او في دول المناطق البارده نجد ان الارتفاع يصل الى 6 امتار بمعنى انه يعيدون دائما عمليه لفه لان فعلا ارتفاعاتها عاليه جدا لان البروده داخل البيت متوازنه ولذلك ما في تاثير على 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 الحراره تاثير حراره على النباتات. حقيقه يعني كذلك لا نلاحظ في البيوت المحميه ان عمر النباتات عندنا محصور جدا النبات الخيار اللي يفترض انه يجلس 4 شهور 4 شهور ونص احيانا نجد انه 3 شهور فقط وتنتهي دوره حياته. الطماطم كذلك اللي يجلس لحد 9 شهور معروف ان الطماطم والباذنجان والفلفل المعمم باستطاعت ان تربيه لاكثر من سنه
لذلك نجد عندنا لا يتجاوز 6 أشهر. بفعل فعلنا الحرارة داخل البيت، وهذا بعد يؤثر كذلك على استهلاك المياه داخل البيوت. طبعا عندي أنا هنا النظم الحديثة في البيوت المحلية اللي أنا الحقيقة اللي هي محور الحديث عندنا هنا. طبعا عندنا حقيقة هناك نظم كثيرة دول خاصة يعني اللي فعلا اشتغلت على البيوت المحمية بالتبريد اللي في المناطق اللي عندها حرارة. استراليا اشتغلت عليها بعمق، جابت التصاميم. جنوب أمريكا الشمالية برضو اشتغلت عليها. أوروبا بفعل أنها باردة أساسا اشتغلت عليها، لكن من جانب آخر احنا نتحدث عليها في جانب آخر. لكن احنا نظام التبخير او نظام الممنوع عندنا اللي هو وسائل تبريد مراوح السحب عندنا، هذا يعتبر النظام التبخيري ومعمول فيه ولا زال معمول فيه تقريبا منذ اكثر من يعني على يعني 40 سنه من بدايه في السبعينات الميلاديه او التسعينات الهجريه بدايتها لما بدات النهضه الزراعيه عندنا بالاخص في البيوت المحليه. في طبعا النظام شبه مغلق، وهذا في اوروبا هو معمول فيه برضه في اوروبا. طبعا ما يمشي عندنا هنا لانه انا ذكرت الحقيقه كنظام لانه له علاقه بشبه بالنظام المغلق اللي عندنا اللي بدا استخدامه عندنا. والحقيقه يعني انا اشكر في هالمقام حقيقة سابق لأنه دعم مشروع قوي جدا في هالمجال هذا. في نظام برضو النظام المائي، نظام مائي طبعا نظام حديث حقيقة في قطر في قطر، وبرضو يعني ساهم كبيرة جدا انه في محافظة على المياه حقيقة. هذه التقنية الإسبانية. النظام الأخير اللي هو نظام التبريد التبخيري المطور. انا بتكلم حقيقه عن الانظمه الاربعه هذه او الخمسه بحكم انها اشتغلنا عليها عندنا في المملكه وفي الخليج العربي دول التعاون، والحقيقه انه يعني فعلا اعطت نتائج لها عليها ملاحظات، احنا ناقش ملاحظات اللي عليها بكل شفافيه وبكل الحس لنصل الى هدف معين انه فعلا نبغى احنا نكون عندنا ثقافه وعندنا نحول الزراعه المحليه من مجرد براكتس او مجرد ممارسه زراعيه الى صناعات زي ما هو معمول فيها في جنوب امريكا جنوب اسبانيا واوروبا عموما وامريكا الحقيقه داخل كندا دخلت فيها بحيث انها كانت تدخل للبيوت المحليه كانت داخل مصانع بمعنى كلمه مصانع الحقيقه. الطماطم يطلع عندك يعني شيء غير طبيعي للخيار والفلفل وجميعها، ونشوفها احنا في الاسواق المركزيه كيف تحقق اسعار خياليه مقارنه بما هو موجود عند منتج محلي. لكن للاسف انه لانه ما وضع له ما اعطي الاهميه وما اعطي الميزه التنافسيه، فلذلك للاسف المزارع يعني يجد دائما صعوبه في تسويقه. النظام التبخيري كلنا عارفين، وسائل التبريد شرحناه، وسائل التبريد مراوح سحب المسافه بين 40 متر، هذا النظام معمول فيه يعني نتيجه قياسات معينه لقدره سحب الهواء ونسبه تشبع الهواء داخل البيوت المحميه، فعملت المسافه هذه. الارتفاع كذلك 3 متر مشي عليه، يعني هذا ما وجدنا عليه ابانا لفتره طويله. أدى فعلا يعني عمل جيد جدا ونقل الزراعة نقل نوعية في كثير من المشاريع، وفعلا حققت إنتاجية جيدة يعني مقارنة بالخارجي. حققنا الحقيقة في نظام الزجاجة المطور بالنظام التبخيري يعني حققنا يعني أرقام جيدة وصلت تقريبا إلى 40 كيلو جرام للمتر المربع، بينما الخارج لم نتجاوز 10 كيلو ل 12 كيلو بالكثير اذا قلنا يصل الى النظام البلاستيكي اقصد يصل الى 15 كيلو جرام في نقله نوعيه. النظام شبه المغلق المعمول في اوروبا عموما صار ضخمه جدا ما يعادل لو تلاحظون بالصوره
يعني صالة واحدة أو بيت واحد فقط يعادل 10 ملاعب كرة قدم أو 15 ملاعب كرة قدم. هذا يعني شيء فعلا شفنا على الطبيعة وزرناها وشفنا أنه التنقل فيه بالسيارات اللي زي حقت الجولف اللي يطلع شيء يعني غير طبيعي. الجو هناك ساعد، الظروف البيئية ساعدتهم، درجات الحرارة في الصيف لا تتجاوز 25 درجة مئوية، في الشتاء هو مشكلتهم بالشتاء، مشكلتهم بالشتاء التدفئة والإضاءة. طبعا تدفئة طبعا هذه طبعا إضافة على الفاتورة، لكنها نتيجة للاهتمام قوي بالإنتاج، فلذلك تعادل يستطيعون أن يحصلوا منها إنتاج. طبعا في الصيف ترتفع أحيانا ترتفع درجة الحرارة إلى ما فوق تقريبا 30 درجة مئوية، هذه يصير عندهم حقيقة يعني كان عندنا وصلت 50 درجة مئوية فلها معالجة. طبعا هم فاتحين فتحات فيها على السقف، الهواء بطبيعة الحال الهواء الساخن اللي داخل البيت المحمي يرتفع ويخرج من 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 الفتحات العلوية، يحل محله هواء خارجي بارد، لأنه تعرف أي شيء محصور ترتفع درجة الحرارة، فيحب حل الهواء خارجي تحت بدال من الخارج، فلذلك تتعادل المسألة فيعود إلى تقريبا 25-27 درجة مئوية هي المناسبة. طبعا هم يعني يبحثون أن يصلوا إلى 22 درجة مئوية، فأحيانا يصلون إلى هذه النسبة هذه، فلذلك الإنتاجية عندهم وصلت باستخدام تقنيات أخرى زي غاز ثاني الكربون ضخ، لأنه البيوت عندهم تساعد في عملية استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون، لأنها تعتبر إذا أغلقت الفتحات كلها وضخ غاز ثاني أكسيد الكربون أصبح المحيط مغلق، فلذلك النبات يتشبع بغاز ثاني أكسيد الكربون، فلذلك يعطيه كمية يعطيه زيادة في الإنتاجية قد تصل إلى 30%، والحقيقة يعني النسبة محسوسة ومعروفة. عندنا طبعا ما نستطيع استخدام غاز ثاني اكسيد الكربون، لان المراوح مجرد ان نضخ غاز ثاني اكسيد الكربون المراوح على طول تسحب وتطلع برا، فلذلك ما راح نستفيد منه، ولا نستطيع ان 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 نضيفه في 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 المساء، بحيث انه لابد ان يكون هناك اضاءه او شمس، لان تعتمد على تغيير استفاده النبات عموما منه. طبعا زي ما قلت في اوروبا وصلت درجة الحرارة قد تصل في بعض الأحيان خاصة في جون جولاي أغسطس إلى فوق 30 درجة مئوية، لذلك عمدوا إلى 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 استخدام النظام المغلق، وهو النظام المغلق إنه سكروا الفتحات العلوية هذه خلاص ما عاد يستخدمونها، وبدأوا في استخدام غاز المكيفات بالشلر أو غاز ثاني غاز الفريون بحيث بتبريد الفترة الزمنية وهي لا تتجاوز ساعة ساعتين إلى ثلاث ساعات في عند ارتفاع درجة الحرارة في أثناء منتصف النهار، فلذلك يستخدمون الغاز فتنخفض درجة حرارته إلى 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 النسبة إلى الدرجة اللي يبغونها، وقد يصلون إلى 22 درجة مئوية هي النسبة المثلى لإنتاج النبات وإعطائه، فلذلك هو معمول عندهم مدة ساعة ساعتين، والحقيقة أنه يعني أعطى نتائج جيدة بالنسبة لهم، خاصة أنه منتجهم مرغوب في السوق الأسواق الأوروبية عموما وفي الأسواق الخليجية عموما، الفنادق تستخدم المنتجات الأوروبية الخاصة. هنا طبعا ذكرت أنا سابق دعم المشروع قوي جدا في المجال هذا للاستفادة منها التقنيات الحديثة هذه، وفعلا حقيقة بدأنا كوزارة الزراعة في تبني المشروع هذا، ووضعناه في تحت دراسة وأهمية كبرى جدا للبيوت المحمية، فبدأ بتطبيق بعض طبعا الشرح اللي هو المستخدم في النظام المغلق، انه فعلا المكيفات هي في اعلى سقف البيت، فلذلك الهواء البارد بطبيعه الحال دائما ينزل. الهواء طبعا فريون عاده يصاحب زياده في الرطوبه، فتسحب في مضخات تقريبا خاصه او معاملات خاصه تسحب الهواء وعلى
الاقل تسحب من الرطوبه وتعيد وتوزيعها على داخل البيت، فلذلك يعني. طبعا الحقيقه يعني هنا هنا الحقيقه انه بدا في تجربه عندنا في تطبيقه في 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 في, في المملكه عندنا كنظام لرفع الانتاجيه. الحقيقه الهولنديين وصلوا في انتاجيه بهذه الى 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 يعني ارقام قياسيه، الحقيقه فاقوا 70 كيلو جرام للمتر المربع. عندنا عامل الحقيقه ذهبي جدا عندنا في المملكه يجب استغلاله وهو الاضاءه. الاضاءه عندنا نسبه الاضاءه عاليه جدا، ولذلك حقيقه ان الاستفاده منها ترفع الانتاجيه بشكل غير طبيعي. فوجود الإضاءة مع غاز ثاني أكسيد الكربون مع التبريد الحقيقة يعني وصلت في تجارب أنا في جنوب أمريكا وصلوها إلى 100 كيلو جرام للمتر المربع. والحقيقة زرت المشروع هذا ويؤكدني القائم على المشروع هذا زين إنه في منطقة، طبعاً هو ما زال مملكة ولا يعرف مملكة ولا كذا، لكن من الدراسات المناخية اللي علم الدراسات الخاصة به يؤكد أنه يستطيع في منطقة في وسط المملكة والشرقي عليها القصيم أنه يستطيع أنه يصل بالإنتاجية إلى 130 كيلو جرام للمتر، يعني معناها ضعف الإنتاجية الأوروبية إذا أحسن استخدامها بطريقة جيدة. وهذا الحمد لله هذا ما نسعى إليه إن شاء الله، وبحول الله وقوة سنوفق في هذا المجال إن شاء الله. طبعا حقيقه الشركه المنفذه في 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 النظام المغلق هذا، طبعا احنا كمختصين في مجال التنميه لاحظنا على الملاحظه من ناحيتين الحقيقه. الملاحظه الاولى طبعا انه الكميات الوقود المستهلكه في تبريد البيت عاليه جدا ومكلفه جدا، فلذلك من الصعب على المزارع دفع فاتوره الكهرباء لاستخدام، لانه عندنا حنستخدمه درجه حراره، يعني نجي احيانا تقريبا في الليل نصلها ما وصلت الى 35، لانه نجي في درجه الحراره الصغرى في 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 الصيف نجدها 32 30 35 احيانا، يعني فلذلك فعلا مرتفعه. فالتبريد عندنا حيكلفنا يعني طول اليوم حيكلفنا تكليف، طبعا هذا يكلفنا صيانه ويكلفنا يعني طاقه هائله. هو طبعا درس في نظام وسائل التبريد ومراوح السحب العادي عندنا بالاخره يكلف تقريبا حوالي 35 كيلو واط للمتر المربع، بينما باستخدام النظام المغلق وبشهاده الهولنديين انفسهم المنفذين للبيت وصلوها الى 650 كيلو واط، وهو الفارق الكبير الضخم جدا من استهلاك الطاقه بين استخدامه عندهم هناك او استخدامنا في النظام العادي اللي هو التبريد العادي واستخدامنا في النظام المغلق. فلذلك انا في اعتقادي انه يعني طبعا ما هي تجربه ولابد ان كابحاث وكذا نشوف نقيمها، والمستقبل ان شاء الله كفيل بان يجد لنا. طبعا النقطه الثانيه في 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 الملاحظات على هذا انه فعلا زياده التكاليف الانشائيه لها، يعني هذا يكلف تقريبا حوالي 320 او حتى نصل الى 400 ريال للمتر المربع اللي هو الهاي تك اللي هو الزجاجي، بينما هذا يكلفنا فوق ال 1300 1400 ريال، فذلك المزارع يعني او اقتصادياته تقريبا حتكون منخفضه جدا. طبعا لا شك انه مرشح تماما للمياه، لا يستخدم فيها المياه الا عن طريق الري، والري طبعا الحمد لله يعني متحكم في تحكم كامل بالزراعه المائيه او بالزراعه المغلقه، هذه اصبحنا الحمد لله من ناحيه الري ما عندنا اي مشاكل في الهدر. فلذلك النظام المغلق هذه الملاحظتين اهم ملاحظتين عليه، وان شاء الله نجد ان شاء الله مخرج لها في طبعا لا بس اعطيني النظام المائي، النظام المائي كذلك طبق في قطر حقيقة، يعني برضو زرنا شركة أسبانية أعطت النظام المائي يعني على سبيل الحفاظ على المياه، هو فعلا قريب عشان قريب هو كبير هو زي الشيشة أو الأرجيلة
هو عبارة عن يسحب الهواء الساخن يمرره عن طريق مخدات عن طريق مخدات تحت البيت المحمي عبارة عن مياه، فلذلك يمر الهواء الساخن داخل المياه فيخرج من فتحات فتبرد فيبرد الهواء. طبعا هذا مطبق الان تجربه في قطر، والحقيقه اعتقد انه نجح فيه وصلوا فيه انتاجيه، لكنه برضه اقتصادياته يحتاج الى دراسه كامله. انا بختصر الحقيقه. النظام التبخير المطور وهذا اللي الحقيقه اللي احنا نسعى له وطبق، كان في باحث هولندي اشتغل عندنا في المملكه، درس تقنيه وسائل التبريد مراوح السحب، طبقها في امريكا بنظام اخر مغاير، والحقيقه ان هذا هو اللي احنا نطمح له وهذا اللي نتمنى انه ورفع فيه الانتاجيه. هو عباره عن غير النظام تقريبا، بدل ما كان سحب الهواء افقي من وسائل التبريد على وسائل على المراوح اصبح يكون بطريقه افقيه، اصبح الهواء عن طريق دكت او عن طريق انابيب داخل مراقد النباتات كما هو في الصوره. اسف خلينا الصوره اكثر. فعلا اللي هو لو لاحظتوا معي هذه الدكت هذا او انابيب الهواء يدخل في مراوح في اخر البيت، فلذلك يعطي الهواء من خلال المراوح، فيصير الهواء بدل ما كان يمشي افقيا اصبح من تحت ويرتفع راسيا. هذا النظام هذا فعلا نفعهم وهو مفيد لنا الحقيقه بشكل كبير جدا، انه اصبح يرتفع الهواء من اسفل الى اعلى، الهواء المبرد يرتفع من اسفل فيطرد الهواء الساخن الى اعلى دائما، وتصير منطقه النباتات مبرده تبريد يعني في مستواها متوازن جدا داخل البيت كذا لتوزيع الهواء، والهواء الساخن دائما يرتفع الى فوق. طبعا هم طبقوا التقنيه هذه، طبعا هذا الدكت واللي لو لاحظتوا بس ما راح تكون واضحه في الصوره، فتحات عباره عن فتحات صغيره في على الدكت هذا فتطلع منه الهواء. هي ميزته عشان تكون بصوره للي كلنا الحين زرنا توسيعه الملك فهد رحمه الله في مكه المكرمه، نجد الاعمده موجوده فيها والمدينه كذلك، نجد الاعمده فيها الدكت هذا او الهواء البارد، فلذلك مع انه مسحوب من خارج المدينه حوالي يمكن ما ادري 10 كيلو او 15 كيلو، يجي الهواء المبرد ويطلع مع الفتحات هذه ويطلع لفوق ويبرد. فتوسعه الملك فهد في مكه الحقيقه نجدها دائما بارده بخلاف كذلك. انا بستعجل الاخوان هنا. طبعا هذه التقنيه نفسها الهواء داخل على فوق ويرتفع على الحقيقه النظام الامريكي او النظام الهولندي الامريكي اللي طبق عندنا وصلوا بالانتاجيه الى 94 كيلو جرام للمتر المربع. انا شفت عندك وصلوا في زيارتي لهم وصلوا الى تقريبا حوالي 120 كيلو جرام للمتر المربع للخيار. الحقيقه في ملاحظات على هذا النظام هذا. هذه ملاحظه شخصيه انه عندنا تطبيق عندنا يبغى لنا اكثر من 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 من, من تغيير في النموذج، وفعلا درسناه هنا عندنا في المركز وغيرناه على مدى السنتين اللي فاتت لتحويله الى نظام مغلق تماما. و نظام طبعا نرفع احنا وسائل التبريد ارفع شوي بحيث انه تبعد مراوح السحب اللي هي السفليه عن وسائل التبريد بحيث انه تزيد نسبه تشبع الهواء، لان الهواء عندنا جفافه اعلى من جفاف جنوب امريكا، فلذلك لابد ان يكون في مسافه لتشبع الهواء. يكون عندنا برضو على النموذج الهولندي انه يكون المراوح بدل ما هي تطلع تطرد الهواء للساخن يكون على الجانب بحيث انها تسوي النموذج يكون الهواء داخل البيت بصوره كلوز سيستم او بصوره مغلقه بحيث نستفيد من غاز ثاني اكسيد الكربون. الصوره الاخيره نموذج هذا التصوير اللي احنا صورناه واخذنا عليه مماثله على الكمبيوتر واعطتنا دراسه يعني الحمد لله يعني انها فعلا مبشره، وان شاء الله بحول الله حنطبق النموذج هذا ان شاء الله على مستوى تجاري بحول الله في القريب العاجل، فنجد انه فعلا نرفع فيه الانتاجيه بدل ما كانت 40 كيلو جرام متر مربع حنصل فيه بحول الله وقوته الى 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 ضعف الرقم هذا على الاقل. اشكر الاخوه واسف للطالب.
سبحانه.